والله يا أخ مصعب، أنا يعني رغم انتمائي لقبيلة الإعلام الرياضي، لكن ظل دائما رأيي فيه رأي صريح واضح، ورأي زي ما تقول ممكن تسميه سلبي، نعم، ليه؟ لأنه الحقيقة تتطلب إنه الواحد يتكلم عن الإعلام بتجرد. وواقع الإعلام الرياضي مع وجود اشراقات كثيره لكنه بشكل عام غير مشرف بصراحه، بشكل عام يعني يمكن التقرير اكد عليه انه الجانب السلبي طاغي على الجانب الايجابي. الإجابة نعم. وانا بعزي السبب بشكل مباشر، يعني ما داير ان ادخل السياسه في الرياضه، انا كان افتكر انه حكومه المؤتمر الوطني الله لا عادة نعم كانت سبب مباشر في كل الازمات الموجوده في المجتمع السوداني، نعم وهي اللي قادت الإعلام الرياضي لهذا الواقع المرير، لأنها بالضغط على الناس وبالضغط على المجتمع السوداني ولدت إفرازات سلبية كثيرة جدا، منها هذا التعصب الموجود، وهي كانت بتشجع هذا التعصب وكانت ودفعت بإداريين ما لهم علاقة إطلاقا بالعمل الرياضي وجعلتهم على قمة الهلال والمريخ، وهذا سبب من الأسباب اللي كان خلت كثير جدا من الكتابات السلبية والمساهمات التي ساهمت في تراجع الكرة السودانية، لأنهم ديل قادة العمل الرياضي في السودان. الإعلام السوداني جنح للتعصب، أفتكر أنا السبب الأساسي للكسب المادي، الظروف المادية والظروف الاقتصادية جعلت بعض الشباب أو بعض الزملاء يحاولوا يكونوا ناشرين على اساس انه يكون في كسب مالي، وده ساعد في انه في ناس كثير جدا ما عندهم علاقه بالوسط الرياضي صاروا ناشرين واصحاب جرايد واستقطبوا مجموعه من الكتاب.